شادي شوف تيفي، تحية طيبة لجميع المتابعين، كنحييكم ديجي وجدة في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. إذا واحد المشهد لي بانورامي، مشهد لي جميل جدا، والجميل في الأمر أنه وجدة من كلاسية الثانية عالميا من حيث عدد المساجد كما كتشوفوا معايا، عدد الهائل ديال المساجد اللي كاين تبارك الله في العاصمة الشرقية. شوفوا شحال ديال المساجد ما شاء الله، مدينة كاملة كلها غير مساجد، مدينة كلها. إذا الكلاسية الأولى عالميا كان إسطنبول في تركيا بطبيعة الحال، ومدينة وجدة كما كتشوفوا معنا عدد هائل ديال المساجد. شوف يعني فيما كتمشي كتلقى المساجد ما شاء الله. كنحاولوا نقربوكم شويه هنايا من الاجواء. شوف في كل شيء ما شاء الله. اذا مدينه وجده مدينه العلم والعلماء، المدينه يعني الوحيده في المغرب اللي فيها عدد هائل ديال المساجد. كنحاول انا نزوم لكم شويه، شوفوها، شوفوا شحال ديال المساجد الاخوان، يعني بزاف، واحد الدرجة اللي ما تصوروهاش. احنا في اعلى قمة بطبيعة الحال، شادين المدينة كاملة. اذا هذه هي مدينة وجدة من الفوق، هاكي مشهد بانورامي ومشهد مشهد رائع جدا. شوفوا من هنا عاوتاني، ها هو غادي نوليو مع الجهه هادي عاوتاني. شوفوا يبارك لكم المساجد بزاف. شوفوا ما شاء الله، خصوصا مع هذا المشهد ديال الغروب، يعني صورة جميلة جدا. احنا في واحد البلاصة اللي عالية بزاف. دونك صوت الله، تحية للجميع. انا كنت واجدو في الجهة ديال سيدي معافى، يعني اللي بغى يستمتع بهاد المنطقة طبيعة الحال راه غادي يشوف يبان له كلشي. كما كتشوفوا معنا يعني العدد الكبير ديال المساجد اللي كيبان امام شاشه الكاميرا. ها هو من هنايا من هيه لهيه، يعني وجدة راه تمشي لاي بلاصه في المدينه كل حومه فيها مسجد، مسجد ثلاثه حتى اربعه. القضيه هذه يعني معروفه، اللي توجد مدينه المساجد بامتياز، كلاسيا عالميا مور اسطنبول تركيا. يعني هذه مسألة اللي المساجد الكبيرة تبارك الله سبحان الله. هنا عندنا المحسنين بزاف تاع المساجد اللي بناوهم محسنين هنا في مدينة وجدة. يعني انا غير من هنا اللي كيبانو تعرفوا شحال، ولا عندك واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. المهم عدد هائل من المساجد صراحة، يعني كلهم كنشوفهم من هنايا كيبانوا لي من هنايا، يعني جاية تحسب ما غاديش تقدر تحسب، يعني عدد كبير ديال المساجد صراحة، وبواحد ديزاين لي زوين، بصومعات لي كبار بزاف يعني اللي كيبانو. يعني مدينة المساجد كما قلت لكم انايا بامتياز، يعني هذه مسألة اللي معروفة. نحاولوا نقربوا شوية، تنزلوا بزاف، شوفوا معايا، شوفوا شحال ديال المساجد. شوفوا هاد الجهة هادي، شوفوا هنا هاد الجهة هادي، شوفوا شحال فيها ديال المساجد.
يعني عدد كبير 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 بزاف واحد الدرجه. صوروا الجميل في هذا المشهد اللي كنصوروه دابا ديال الغروب كما كتشوفوا معنا. يا سلام. شوف وجدها شحال كبيرة. شوف باقية مليئة.